السلام عليكم. قصة اليوم كلفت صاحبها ما يقارب 60,000 ريال عماني. ايش سالفتها؟ سالفتها انه تعرف على احد الفتيات في احدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الزواج، وتكلموا واتفقوا على الزواج. اثناء فترة تعارفهم قدم لها هدايا باهظة الثمن، وقدم لها مبالغ مالية طائلة ومجوهرات. لولا اتفاقهم على الزواج ما كان رح يقدمها لهذه الفتاة. المهم تقدم بعد فترة لخطبة هذه الفتاة، الا ان الفتاة رفضت بحجة انه اهلها ما راح يوافقوا عليه. طبعا اللي ارتكبته الفتاة اذا متوفرت فيها أركان الجريمة ممكن تشكل جريمة احتيال. فالفتاة هذه أوهمت هذا الشاب برغبتها في الزواج منه، ونتيجة هذا الإيهام تحصلت على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. احنا كنا دائما ما نسمع انه ممكن الاحتيال يقع من الرجل على المرأة، إلا ان للأسف الشديد الآن ممكن يقع الاحتيال سواء كان من الرجل على المرأة او من المرأة على الرجل. فكونوا منتبهين في هذا الموضوع في هذه النقطة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.